مالي قلت ايه؟ لا قلت لا. ليه لا بس؟ دي شقه حلوه وواسعه ومنوره، وبعدين من غير ما تتعصبي دي يمكن عاشر شقه نشوفها برضو ما تعجبكيش. لا انا مش عاوزه الشقه دي، دي صالتها ضلمه. لا مش عاوزاها. عاطف نعم. انا عاوزه شقه اوسع وبحري كده، وتكون فيها فرندا واسعه وكلها نملاها زرع ونعمل فيها برجوله وقعده حلوه يعني. عشان لما نقعد سوا نشرب الشاي صح؟ ايه التراب ده؟ هو انت ليه ما عرفتش تجيب عربيه اختك؟ ما سام حرمت عليا، ما رضيتش تسلفها لي بعد اخر مره. ليه؟ عشان رجعتها لها مبلوله، مع انها كانت مبلوله بميه مصليه بركه يعني، بس سام اختي دي اميري. خلاص خلاص هتحكي لي حكايه. انا خدت لك ميعاد من ابونا ميخائيل اللي قلت لك عليه عشان تروح تتعمد. عاطف نعم. في موضوع كده نفسي نتكلم فيه مع بعض، بس بصراحة نفسي كل واحد يقول للتاني عن أي علاقة كانت في حياته قبل خطوبتنا يعني. مرهنة أنا بصراحة أنا برضو هقولك عشان نبتدي مع بعض صفحة جديدة ونفتح قلبنا لبعض. بصراحة أنا حاولت أخطب كتير قبل كده بس ما توفقتش يعني. أنا مش بسأل عن الخطوبات التقليدية، أنا أقصد علاقة. علاقة؟ علاقة العلاقة. لا ما فيش علاقة اللي هي واحد واحد يعني. لا ما فيش خالص حاجة. هو بصراحة ميري هي مرة واحدة، أنا وسيد خرجنا مع بنات. سيد؟ سيد هو اللي هيضيعك. انا ما ارتحتلوش من اول ما شفته. انت من هنا ورايح لازم تقطع علاقتك بيه خالص، فاهم ولا لا؟ فاهم فاهم، بس ما تعصبيش نفسك. صحيح يا ميري انت مريت باي علاقه قبل كده؟ انا اتقدم لي عرسان يام من اعلى المستويات ورفضتهم كلهم، لاني ما كنتش بفكر في الجواز خالص. كنت بفكر ادخل الدير واترهبن واخدم ربنا، بس يظهر اني غلطت لما غيرت رايي. لا 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 انت ما غلطتيش خالص، انت كده عين العقل، ده انت كسبت فيها ثواب. ميري ما تقوليش كده تاني، انا مش عارف حياتي كانت هتبقى ايه لو ما كناش اتخطبنا لبعض. ميري انا بحبك. الحساب من فضلك، تدفع بقشيش كويس مش زي كل مره، فاهم ولا لا؟